فحاجات كتيره جدا جدا هتتعمل الفتره اللي جايه، وفي حاجات كتيره جدا هتبقى مهمه الفتره اللي جايه. وبالمناسبه عندنا مفاجآت كثيره خلال هذا الاسبوع لجمهور النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي. يعني طبعا مش هقدر اتكلم عن هذه المفاجآت، ولكن لما يبقى من حقي ان انا اتكلم عنها هقولها لحضراتكم. طيب، وبما اننا بنتكلم عن الجمهور